طيب خليني أبدأ معاك بقى في الزمالك ببيان النهاردة 12. يعني الأستاذ هاني شكري مرشح على أمانة الصندوق وهو عايز يمارس حقوقه زي مرشح يعني. حصل يعني كلام عليه من رئيس النادي الحالي وهو عمل بيان النهاردة بيقول لو أرى كده وبعدين نبدأ تحليل الانتخابات. لم ولن يعيقني أي أكاذيب باطلة صادرة من أشخاص هم كاذبون ملفقون بطبعهم يطلقون الشائعات ليلا ونهارا طعنا في شخصي. عن سعي ومع جميع أفراد قائمة الزمالك الجديد لتحقيق هدف جمال عمال لنادينا العريق في التغيير نحو الأصلح والأفضل لنادينا الحبيب، سأظل أعمل وأعمل حتى يأتي يوم الميعاد المنتظر 11 فبراير لينطق صوت الحق وتعود الفضيلة إلى جنبات القلعة البيضاء. طيب هذا اليوم الذي أثق كل الثقة أن ينطفئ فيه وعي جمال عمومية لتصويب الواقع المرير الذي يعيشه كل زملكاوي حر شريف وليس صاحب مصلحة شخصية على مدار الأيام الماضية. لقد دأب الكاذبون المنافقون على إطلاق الشائعات والأكاذيب ضد شخصي المتواضع بقصص وروايات ملفقة لا تمت للحقيقة بصلة ولا تمثل من الواقع شيئا، مثل التقدم بشكوى للأمم المتحدة وحديث فاتر وملل سأم الكثيرين سماعه أو سأم كثيرون مفروض سماعه من هوائه وعدم قيمته حول البرنامج الساخر أبلة فهيتة، وكذلك موضوعات فارغة المضمون حول استردادي ما تم دفعه للاعبين من مستحقات وهي جميعها أكاذيب من خيال مروجها المريض هدفها معروف ومدفوع. طيب ورغم عدم انشغال او تفضيل الرد على كل هذه الاكاذيب ثقه في وعي جمال عمال التي باتت اكثر ادراكا وفهما لتلك الطريقه الدنيئه التي تصنف بالحرب الانتخابيه القذره والتي لا تمثل الا صاحبها، ولكن بعد ان وصلت تلك الاكاذيب الى مداها احب ان اؤكد انه سيتم توضيح الحقيقه في اقرب وقت امام الجميع سواء اعضاء جمال عمال النادي او جماهير نادينا العظيم في كل مكان. هذا ليس لتبرئه نفسي من ادعاءات كاذبه، ولكن حتى لا يعتبر هؤلاء صمتي وتعففي ضعفا مني، وحتى يعلم أعضاء النادي قوة من يسعى لتمثيلهم وقدرته على رد الحق لأصحابه كأحد أهم بنود برنامج الانتخابي. فما أريده لنفسي أريده لكل الأعضاء، إذ أنا هنا لسان حال كل زملكاوي حر شريف لا يسكت على باطل أو يهرب من المواجهة. وإلى لقاء قريب، قوله حق وأفعاله صواب بمشيئة الله.